احتفالا بوصول عدد متابعين اليوتيوبر حسن سليمان ل 20 مليون متابع على يوتيوب والمعروف بأبو فلة، أطلق حملة تبرعات بالتعاون مع UNHCR لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء. وأخبارها كانت ترند بالويك إند، خاصة من بعد ما جمع أول مليون دولار بأول 24 ساعة من انطلاق الحملة. وانتشرت صور أبو فلة بشكل كبير جداً على السوشيال ميديا، وفي فيديو هو بيبكي فيه بشكل كبير من الفرحة، وده طبعاً بسبب التبرعات وتفاعل الناس مع الحملة. والفيديو بقى فايرل، وطبعاً التبرعات كملت والحمد لله، وفي نجوم كتير ومشاهير اتفاعلوا معاه ومع الحملة بشكل كبير وقدموا تبرعاتهم، منهم نور ستارز، نارين بيوتي، أنس وأصالة، جوحة الطاب، عصام ونور فاميلي، ومحمد هنيدي، اللي دعا المشاهير إن هم كمان يقتدوا بيه، وإحنا كنا أكيد معاه خلال حملته. ربي يجعلها في ميزان حسناتنا الحمد لله. ففرحة أبو فلة كانت ما تتوصفش، وده كان خلال جلسة البث المباشر اللي كان بيجمع من خلالها المليون دولار، وده طبعا بهدف التبرع بيهم للعائلات اللاجئة والنازحة. المونة جاهزة، الأكل جاهز، كل شيء، أبنام هناك. أنا قلت لهم أبنام عندكم، البث شغال 24 ساعة، أنام عندكم، أكل عندكم، كل شيء بإذن الله لين نجيب المبلغ الحمد لله. جزاك الله ألف خير. هذا دقيقة 1500 دولار. واللي فاجئ أبو فلة كان سرعة تفاعل المتابعين معه وعدد المتبرعين الكبير. مجهز حق أسبوع أسبوعين، فأنا توقعت صراحة أسوأ الحالات أسبوعين، وإذا أقوى شيء 3 إلى 4 أيام، بس إن أقل من 24 ساعة حاليا خلصنا نص المشوار. فالله صدق، والله صدق، ما شاء الله أهل الخير موجودين، الله يعطيهم العافية. وقدر إنه يوصل للمبلغ المطلوب من بعد ما سهر أكثر من 24 ساعة أمام الشاشة، وتجاوز المتبرعين 30,000 شخص، يعني بكده هيقدر يساعد حوالي 6,000 عائلة لاجئة. يا إلهي. والحملة دي مش الأولى من نوعها لأبو فلة، فهو دايماً بيقوم بالتبرع لما بيوصل لعدد معين من المتابعين. هذه 10 مليون قبل لما سويتها سويت مشروع خيري بث مباشر، الحمد لله جمعنا المبلغ في 3 ساعات، فقلت عشان 20 مليون أسوي نفس الشيء، وكان شعور جداً جميل في 10 مليون، قلت لازم أكرره، فقلت أسوي بال20 مليون، والحمد لله على الفكرة. المبلغ كان جداً كبير، بس أنا قلت ما يهم، راح استمر إلين أجيب هالمبلغ. وحبه للتبرع ما جاش من فراغ. أعمال الخيرية أنا جربت، شو أنا هاي الفكرة جتني من صاحبي، قال لي يعني في 5 مليون قال لي أعطاني فكرة إني أبني مسجد، فالحمد لله سويت الشيء هذا، وصراحة جاني شعور جدا جميل، وأشدد على الشيء هذا، والله شيء جدا جميل لما تسوي شيء الخير راح يجيك شعور جدا جميل لما تشوف فرحة الناس وتسوي أشياء جميلة مثل هذه. فالفرحة اللي جتني أنا قلت والله راح أرجع أسويها مرة ثانية وأسويها مرة ثانية والحمد لله. علشان كده وجه الرسالة دي وودعنا بيها. إذا ربي وفقك ونجحت بأي شيء لا تنسى النعمة اللي أعطاها إياها ربك والناس للناس، ساعد الناس دائما. والله هاي بس النصيحة اللي ودي أقولها، وادعموني باليوتيوب. ربي يجعلها في ميزان حسناتك يا رب. 1000 دولار يعني 5 عوائل تقريبا، 50 عوائل. جزاك الله ألف خير. يعني الحقيقة أنه هاي خطوة حلوة كتير ومهمة، وإن شاء الله كل يعني المشاهير والنجوم يقتدوا فيها ويعملوا حملات خيرية مشابهة إن شاء الله. أكيد طبعا يا صبحي.